السلام عليكم الإخوان الأخوات. المغرب إذا وعد وفى، وهي صفة المؤمن بطبيعة الحال. فمشروع القرن بالنسبة للمغرب هي نقل المياه من حوض سابو إلى حوض أبير قراق، من أجل تحقيق واحد الاكتفاء الذاتي لجهة الدار البيضاء الرباط، في انتظار إن شاء الله تعميم هذا الأمر على منطقة مراكش اللي كتعاني كذلك من واحد الشح في المياه ونقص حاد. والصور اللي كنلاحظوا الان تحت الزغاريد والتهليل ديال المواطنين والعمال بعين المكان، فاللهم بارك وزيد في ذلك. المشروع صراحة بسواعد مغربية 100%، وهو مشروع ضخم جدا بكل ما تحمله الكلمة من معنى. كلفة ديالو هو 6 مليار الدرهم، مليار تنطح مليار. فالمشروع اعطت الوزارة ديال المياه وعدا بانه غادي يكتمل قبل اكتوبر، وفين اكتوبر راه باقي ما وصلش اكتوبر، وبالفعل وبالضبط يومين او 3 ايام قبل شهر سبتمبر تم وصول المياه الى مجرى نهر ابير قراق، والحمد لله. كيف ما قلت لكم، المؤمن اذا وعد وفى. فالشكر لكل من ساهم في هذا المشروع والى اخراج ديالو الى ارض الواقع، كونه مشروع مهم جدا، وكيمس واحد المادة حيوية اللي هي الماء، عصب الحياة. وسبق الناطق الرسمي بيداس ان تكلم عن الموضوع، نسمع لما قال سي بيداس خصوص الموضوع المرتبط بهذا الاجراء اللي قامت به الحكومة اليوم من خلال المرسوم المتعلق باستيفاء رسوم الاستيراد على الانابيب الفولادية. هذا المشروع هو مشروع استراتيجي وكبير جدا، وهو مشروع الذي يستهدف نقل المياه من الحوض ديال السبو اللي فيه نسبيا واحد الوفرة الى الحوض ديال ابير قراق، اللي من خلاله سوف يتم تلبية الطلب على مستوى الرباط والدار البيضاء، وفي شطر ان شاء الله اخر غادي تكون مراكش ان شاء الله في افق يعني في مستوى ثاني. الكلفة ديال هذا المشروع هي 6 مليار ديال الدرهم. دابا الان كنتكلموا على لوطورو دولو، هذا هو الطريق السيار ديال الماء، يعني نقل الماء من حوض الى حوض. سوف يتم اخذ المياه من سد المنبع اللي هو سابو. مشروع فيه مضختين اثنتين، 66.5 كيلومتر من الانابيب فولاديه بالقطره ديال 3200 ملم. الصبيب هو حوالي 15 متر في الثانيه. تقدم الأشغال ديال الحفر 100%، وضع الأنابيب 21%، أشغال المضختين الأولى بلغت الأشغال ديال 44%، والمضخة الثانية 78%. الموعد التعاقدي اللي متعاقدة فيه الحكومة مع المقاولات التي تشتغل على هذا المشروع هو أكتوبر 2023. نتوقع إن شاء الله أن يتم التنفيذ الفعلي لهذا المشروع قبل هذا التاريخ. لذلك الحكومة اتخذت هذا الإجراء اليوم باش العملية ديال الاستيراد ديال هذه الأنابيب التي لا ننتجها للأسف محليا ما تعرفش واحد التوقف. فالحالة التي يسير عليها تقدم هذا المشروع هي جد مرضية، وسوف نكون إن شاء الله في الموعد المحدد. فكما قال الناطق الرسمي أن هذا المشروع هو عبارة عن واحد الطريق سيار مائي بين واحد جوج ديال الأحواض. الأول هو حوض سابو اللي كيتوفر على واحد الوفرة مهمة نسبة نوعا ما من الماء في اتجاه واحد الحوض أبير قراق اللي كيعرف واحد النقص في المياه، خاصة في الصيف أمام داك الضغط ديال السكان الكبير اللي كاين بالمنطقة ديال الدار البيضاء الرباط. فالمرحلة المقبلة هي زويد حوض تانسيفت، يعني المنطقة ديال مراكش اللي كتعرف شح واضح وبين في المياه. تنتمنوا التوفيق للجميع. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله. ديما مغرب، الله الوطن الملك.